الله أكبر. الله أكبر. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من مدينة أصيلة ومن مقبرة الريحان، حيث تتم في هذه اللحظات صلاة الجنازة على الطفل إلياس الذي اختفى عن الأنظار منذ 10 أيام ورفضت أمواج بحر شاطئ لالا رحمة أمس الخميس جثته. إذن في موكب جنائزي مهيب ستدفن جثة الطفل إلياس في هذه المقبرة، مقبرة الريحان، بعد صلاة العصر وصلاة الجنازة على الطفل الراحل. Thank you.
كيفية الصلاة الجنازة الله يجازيكم بخير. تكبيرة قبل الفاتحة، الثانية الصلاة الإبراهيمية، الثالثة الدعاء للميت، والرابعة الجهاد الله مشاهدينا الكرام، انتم معنا مباشرة من مقبرة الريحان بمدينة أصيلة، حيث سيوارى بعد قليل جثمان الطفل إلياس الذي لفظت امواج البحر جثته امس الخميس بجدة الى الرحمة بمدينة أصيلة بعد اختفائه منذ 10 ايام. اذا في موكب جنائزي غريب تشيع في هذه اللحظات جنازة الطفل إلياس. سلّي
رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن صاحبنا قد نزل بك يا الله. اللهم لا تجعله ولا تبتليه في قبره يا الله. قتله وارحمه بنبينا عليه السلام. صلى الله عليه وسلم. اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وحدك يا وراء اللهم تقبله ولا تبتليه وما نزل على قومه من السماء
واحدة يا أرحم الراحمين. لا يأتي الرسول إلا كانوا به يسترزقون. واجعلنا فيها جنات النخيل وأحلام نخلع فيها من الله العظيم صلى الله عليه وسلم على دائم الشاهدين وفيهم من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
اغفر لنا وارحمنا ووالدينا وارحمنا 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 اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد رضاك وإيمانك وسعه من ذلك الناس رضي الله تعالى عن ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب اغفر له وارحمه امين. اللهم يا رب اغفر له وارحمه امين. اللهم جدد عليه الرحمه امين. اللهم اشفع فيه القران العظيم امين. اللهم اشفع فيه رسول الله امين. اللهم اغفر له وارحمه امين. وعافيه واعف عنه امين. واكرم نزوله امين. ويسر مدخله امين. ويسلو بالماء والثلج والظلام امين. ويحميه من الذنوب والخطايا امين. ويحميه من الارض من الدنس امين. اللهم يا رب ان كان محسنا فزد احسانه امين. ان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته امين. واجعل قبره روضا من رياض الجنه امين. واجعل قبره روضا من رياض الجنه آمين. اللهم يمن كتابه آمين. يسر حسابه آمين. يسق ميزانه بالحسنات آمين. يسكنه في وسط الجنان آمين. بجوار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام آمين. أكرمه بلقائك يا ديان آمين. اللهم أكرم ضيافته آمين. اللهم أكرم ضيافته آمين. ارحم غربته آمين. يدس وحشته آمين. اللهم اجعل الروح دياله فرح وريحان وجنة نعيم. اللهم أبدل سيئات حسنات. اللهم أجره من النار بعفيك وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعله سالفا وفرقا وذكرا لأهله. اللهم اجعله سالفا وفرقا لأهله وذكرا لأهله. اللهم اجعله من طيور الجنة. اللهم اجعله من طيور الجنة. اللهم اجعله في كفل سيدنا إبراهيم والوالد دياله الوالدة والإخوان والعائلة جميعا. اللهم يا رب ارزقهم الصبر على فرقهم. اللهم يا رب ارزقهم الصبر على فرقهم. اللهم ارزقهم صبر النبيين صبر المرسلين ارزقهم الصبر الجميل. اللهم احسن عزاءهم امين. إن لله وإليه راجعون. آمين. إليك عليهم صلوات من ربهم ورحمهم. آمين. إليك مهتدون. آمين. لله ما أعطاهم. آمين. وما أخذهم. آمين. شيئا ذو أجل مسمى. آمين. ويوسع عليه في قبره مد بصره. آمين. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا رب العالمين. آمين. لجمع الجنة جميعا. اللهم يا رب تقبل منا جميعا. آمين. ويصل المجد. آمين. لنا وليا ونصيرا. آمين. وليا وظهيرا. آمين. آمين. اللهم بالرضا والنور. اللهم حسن خلقنا. آمين. وسع رزقنا. آمين. وسع صالحات أعمالنا. آمين. يسر رب الله يسرك. آمين. الله يسرك. آمين. الله يكون منهم خيرا. آمين. بعد من الشر. آمين. نور من الله. آمين. وتقدم من خير الله. آمين. اللهم ارزق كل من المنصيرة. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا رب العالمين. آمين. اللهم اسأل صدرك يحفظهم من كل هم وغم. آمين. كل بلاء وضر. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا رب العالمين. آمين. الله يعفو عليهم جميعا. آمين. يعفو علينا جميعا. آمين. اللهم رب اصلح فينا ثم بسط. آمين. الله يقبل قلوبنا ويسر قلوبنا. آمين. صالحات أعمالنا. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا رب العالمين. وهذه الصابر بيضة على رحمة الله الوسعة. اللهم اغفر له وارحمه. والوالدين ديالهم الله يرزقهم الصبر عليه. اللهم يرزقهم الصبر النبيين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اخوتي اللي طاحوا له شي نظاظرة السنين. واحد نظاظرة السنين راه لقيناهم اللي طاحوا له اللي التحق بالبدر. أولا بيا نضاف القفة السنين أجبرناهم طايحين شي واحد لا أنا في الطريق ملي كنا مشينا في جنازة صافي طاح شي واحد من قفة السنين أجبرناهم طايحين شي واحد يا تخليها يلا 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 أجي من هنا تأخذ. الله يجزيكم بخير. أجي من هنا أطرق بني. أجي من هنا أخي. محمد. محمد على الأرض. نعم أنا ما دام سب الدعوة. الله يعطيك. 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 الله
مشاهدي قناة شوف تي في، نقلنا لكم بحسرة وبحزن وأسى عميق مراسم جنازة الطفل إلياس الذي لفظته أمواج شاطئ لالا رحمة بمدينة أصيلة بعد اختفائه أزيد من 10 أيام، والذي كان برفقة والده يمارس هواية الصيد بالقصبة. إذن إنا لله وإنا إليه راجعون، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، ألقاكم في مباشر آخر، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.